نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلهي بن ويدسننا سبحانه وتعالى إنه مجلس كان يفرقا inooga dhigo mid dembigeena lagu dhaafayo ajr iyo xasanaadna aan ku helayno insha allahu tacaala. Kelimadda waxay ku saabsan tahay fadaa'il shahru ramadaan khasaa'isihi, bisha ramadaan iyo fadaa'isha iyo qiimaha ay leedahay bisha ramadaan ayay ku saabsan tahay kelimadda insha allahu tacaala. Bisha ramadaan وبالإله فضله سبحانه وتعالى تفضيل كان شيء لا فضله والله له شيء أسجى لمده وكفض بدنيا هي إلهي وإسكاله سبحانه وتعالى يعني إلهي سبحانه وتعالى رلك بك لا فضله مكائي مدينه حالي رلك ما له أفض بدنوي رسوش بالك لا فضل إلهي سبحانه وتعالى أصاد دري إلهي سبحانه وتعالى وحك لا فضل ملائكتي بل هذا الكيس وقرآن كبا كلفة دي بدن بركة تفضيل كا أو شيغة شيغة أساق الله ميد إلا جس الرئيسي ولا غفضيله إلهي أساق إسكال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ربك هذا أساق وحو دون أبو راه وحو دورنا الدورتا أو كخير بدنيسيا وحيابها كالي بركة بشه رمضان وبل إلهي سبحانه وتعالى الدورتي بلها كالي كفضيله ربي سبحانه وتعالى فضائشة إذا يا خصائص إذا وحكم إذا كو بشهر رمضان جده إذا وحار دعاء تير تيرك إسلام ككم إذا تير كأفراد تيرك إسلام ككم إذا وصونك بشهر رمضان جده ذو دعاء وإله وحليه فمن شهد منكم الشهر فليصمه نينك إذنك قفك إذنك إذن كم إذا وبشهر رمضان سجارة حصب أبو رب سبحانه وتعالى ليه نبينا وحوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. مركا وحكم ده قيمها إلى ذهي بشن إلى ذهي نحد هذا وحاد على ركن قاس أما تير كاس تيرك إسلام كم ذا صوم كأول بشن فضائش هذا إيه قيمه هذا إيه وحيابها إيه بلها كان الله ديرته وحكم إذا قرآن كإلهي سود جي سبحانه وتعالى كتاب كان قرآن كا قيمها بضن إلهي أقرنتي سيكو عمل فلكي سنقو أدون صدي بيش أسود وحي أهيد بيش رمضان بيهيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى رب سبحانه وتعالى حليه هاي بيش رمضان وبيش قرآن كالسود جي القرآن كا bisha la soo dejiyay qiimaha badan ee hanuunka iyo cadeynta noo xambaarsan waxa way wuxuu leeyahay qiimo gooni abay leedahay waxay ka mid tahay fadaa'ilu shahr bisha ramadaan qiimaha ay leedahay iyo fadaa'isha ay leedahay ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah bishan iyo fadaa'isheeda waxaa ka mid ah rabbi gudaheeda wuxuu geliyay habeen wax la mid ah uusan jirin habeen ka khayr badan kun bilood ka khayr badan inna anzalnahu fi laylati alqadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني وحكو جرا بشا قده إذا وحكو رح جرا هبينك خير بدن كم بلوت يعني عماش الله سمي عماش آد هبينك قده إذا سميسو وحيك خير بدن تهي كم بلوت عمل آد سميس كم بلوت هذه السنة ده اللي بدلو وحيدا العلماء ده وحيدا نقول إسا سيديتا يأفر سنة إيو نور بلوت سيديتا يأفر سنة إيو أفر بلوت عمل آد سميسي لمتها هل كهبينك مركوا هبين قالية أو آد قيمة بضن أو حويا النبي عليه الصلاة والسلام وكتل ما مي ننك اللي قد يخير كالليلة القدر وقتنع وقتنع يا قف كاسو وقتنع بكنا النبي يكون مقعا عليه وسلم مركا بيشن يفضي كذا يقيمة هذا وحاكم ذا هبين كاس هبينه بضن أو قفضي بضن الليلة القدر إنه بيشن قده هذا كجره عكمي ده بيشن أيضا قيمها إلى ذهي
يفضائشة وحيابها قونيقة إلا تحكم إذا وشهر المغفرة وبال ذنوب تلسو نافو إلهي أدومذي سوء عفيو ذنوب تلغو نافو بل أي إلهي سبحانه وتعالى عماشة قده إذا لغصميو وحكدق أي سبب من أسباب مغفرة الذنوب مثلا صوم كوكالا صوم كالسومها يوكالا النبي عليه السلام حوليها هي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ننكي رمضان صومه كلكو صومها ينا أي أولا يرتها إنو مؤميها إلهي رميسين هي كدبنا أجر راتسي إلهي أجر أتكر راتسات أصوما ذنبي جيس هراب الله فابير النبي عليه الصلاة والسلام وحوكالا النبي عليه الصلاة والسلام إرادي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ننكي رمضان استاغة صلاةها تراويح يتهجد كالتو كان يسوتاغة إيمان وإله الرميسين هيا وليرتاعي أجرنا الراتسانة هيا وحالو ضعف ذنب جيسكي هربي ونبي عليه الصلاة والسلام حكالو النبي عليه الصلاة والسلام إرادي ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حديث كوريرا ونبي عليه السلام وحديث كقديس خش عليه رمضان كهرة إلى رمضان كان ذنبي قد حيي خاصة ذنبي يريرا وحلقوا دافع رمضان كان لقوا دافعه مركا رمضان والسبب لمغفرة الذنوب ذنوب تلقوا دافع ذنوب تلقوا دافع وحكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيشن فضائش هذا وحكم ده أعماش قفك أوصم أيه بيشن جذه هذا وناجا أما صونها هذا أما صدقها هذا أما صلاة سنة يواجب وحيتونها هذاني أعماش أوصم أيه بيشن رمضان جذه هذا بليه كلا لمد معه وكبدني هاي وأدبي وحوي وجسيتان والنبي عليه السلام حولي هاي عمرة في رمضان تعدل حجة قفك أو رمضان كحج عمرة يستو وعمر أنتو تجو مرت صو عمر يستا عمر ضع أيضا حج بيقول لك متابير النبي سلام حق أجرك حق أجرك وحيقول لك أنت حج بيقول لك أنت تابير النبي سلام برادي مرك أعماش الله صمايو بشهر رمضان لمد ما أهم مرك كلا لمد ما هو وحكم ده إفطار وصائم قفك صوما أفرنتيس قفك صوما إن أفر أضياريسه أض أفرده وحكم ده أعماش ووين أو حوى قيمها بدن النبي سلام حلي من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيئا النبي سلام حلي هاي ننك أفريو قف صوما قفك أفريو وحليها أجر كيس أكله قفك صوما أجر كيس أكله ليه هاي أصلاً كي صوما أنا أجر كيس وحلا قد مينين يو حوى أصلاً وحليها هاي أجر كيس أكله ليه النبي عليه الصلاة والسلام مرق وعرين هذا قيمة بدن يعني وحوى جبرنا أيضا صومن وحوي جكذا جليس وأفرك الديار نيسا وضتك صومي نيسا وحيلاذها أجر كاس حيلاذها ضتك أي أفرن نيسا يعني وحيلاذها أجر كذا كلي لاذا وحكم ذا بشهر رمضان يفضائش هذا يخصائص هذا يحجابها بلاها كلي كقص وعنت وحكم ذا هبينك أهرية رمضان رشا كونك يأدونك وحكم عيا سبدل سبدل وين أولي بأثر كيس يرات كيس سفي عن وقوم موقنهي والنبي عليه الصلاة والسلام وحويري مركي رمضان رشو البابذي جنة دون والا فرهيا جنة البابذي دون والا فرهيا يعني وحوي وحيابه جنة اللي قلها يا فربضانها يا سمين طوضة البابذي النار تنا والا حريا وصببتو اي وحيرانا يا عماشي خنار تلقو قلها يا يرانيسا والا فرهيا البابذي النار تنا والا حريا وحكالو النبي عليه السلام إرادي شياطين تنوى لكتين ذينيا شياطين تنوى لحر حري أو فساد كدتك أي فسادين أيين يوحي أي قارة هيين ومهلها هي رنجانس أي فرصة ساد رادي المركة شياطان كبا لحر ملك إذا إرادو أثر كيسا ونوم وقنها أمرات كيسا ونأركينا أو حر أركيسا ضد لغوكر لها مساجد يا خيراتك يا أركيسا مساجد أو سوب الحسمي ساجدي أمال لقى قال لا إيه ضد كل وكر لا صلاة هذا أف حوي واجباتك إيشان تأه يا وحركة إيش هبين كورن أسوي تاجن ها أو جزء من الغد الأخرين إسكت تاجن هذا كيسا ما هذا عي سبدل كذا عم حوي هاي يعني وحوي الشيطان كي أوقف على ناين أو ضد كان أحر حر ناين أيا لقى حري هذي لقى حري مركا
يعني دد محبيس أها أو حبس كجرو حبس كل جس يداي نقدامه مركه هبين كأهر ريا رمضان با أثر كإيرات كوصابحي مركه إن جنادي لفرو الباب ذي ذا نارت الباب ذي ذا لحرو شيطان لحرو بيشن رمضان وحيابه الجونية إلا تهي كميتها وفضائش ذا بيشن أيضا وحيابها إلهي سبحانه وتعالى كفضل وحاكم ذي وشهر العتق من النار نار تالإسك حريا الضومد إلهي كمنان كمدا يا وحلق حريا نارت نارت إلهي كحريا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام حليه ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة يعني هبين والبو الضومال حريا إلهي ضدبو حريا سبحانه وتعالى خاصة مركي الله أفره إيو حليه حوي هبين كنسكي سدن بي إلهي سبحانه وتعالى الدوم بضن والدوم ذي سكمدا أو أعمال لي ما ذا النار أي كجران أي إلهي سامحاي النار تا كحر يا رب سبحانه وتعالى مركب حي كم تهاي فضائشة أي وحيابها بيشن أي لصو عن تهاي بيشن أي ذا وحيابها أي لذا وحكم ذا وشهر الصبر وبل الصبر صبر كان سدح بوقي بسماء بدكوا بالحوي الصبر على الطاعة طاعة يواجباتك إلهي كصاري إن تكصبرتو كؤت كيستو مد الله بدو حلدها الصبر عن المعصية معصية ذا إلهي وحكا حرمي إن تكصبرتو ونفت هذا كعليس مد سد حدو حوي الصبر على أقدار الله إلهي وحيابها أو قري إلهي أكو قري إن تكصبرتو ونفت هذا وحوي أتكون راضي النقوتو مركب بيشان أيضا سد حد الصبر بغو إسكوكو إمانا يعني. ومد كوباد قفك هرت وحوي الصبر على الطاعة وحويان وحد أركي ساقفك أصو عوضا تاجن عوضا أبو تاجنانيا وداليا وحويان مع ذلك وسبرسين وقاجونيا ومع ذلك وسبرسين مركوا الصبر على الطاعة عنتذب أم قتا عبتانك بأم غضا وقاجسين هاي وأمين هاي عد أركها يا ملة مع ذلك وقاجدي وحب أتقي سنيا والصبر وحويان عن المعصية وحصرنا وحوي مركز صبر أي مركز صونك كجرة مركز وشهر صبري صبر كان إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ضدك صبره أو أتكيسته أو ضاعده أو أتكيسته أو معصية ذا كصبره أو إلهي وحيابها أو قدره مصائب تأكو صبره إلهي سبحانه وتعالى أجر كود حساب الآن بصيابير إلهي سبحانه وتعالى مركز بشن وبل صبرة وقف وصبرة يو وكصبرة يو وحيابها وكصبرة يو بيشان أيضا وشهر تزكية النفوس وبشي نفت الليلين لها ونفت الظهير لها ونفت أتكا أتكان لها إلا نفت إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامي لأمارة بالسوء نفت ذاتك وحي أمرتا حمان حمان بيكو أمري لكن كل رمضان لسه قارو وحين نقول إيسا ضعيف ضعيفة نقول إيسا نفط ضعيف سببته وحويان مركي قاجوته ويضعيف شيطانك قلقا لها إيكو ذنة والله قحري مركا وحاسه لن مركا إن سفضد لو تربيهيو إيا سفضد إن أتكاك أتكاتو يا سهلا مركا يا سهلا مركا وبل قفك مركا إسبدل لي ماذا ونولشيس وكبدلو او وحيا وحنا دقن حروحنا اولها وقفك وكغتغو وكغتغا مركا بيشا نيضا وشهر تزكية النفوس وبيشا نفت اللغو طهيرو حيال شيطانك وحيرين يهي نفتنا وي ضعيفتي وحلي أتكأت كان كرتو وطاعد إلهي سبحانه وتعالى أتكون ليلين كرتو حمان نبضنا أتكأت تكسين كرتو أطافين كرتو بيشا نيضا وحيابها إليه وحاكم ده وشهر الصحة وبش عافمات كوي بش عافمات كوي قفك مركو قاه جوضه وعنتذي اللي استل سارة هي وقفك العنى هي اي كي يراته عافمات بوهلها يا قفك عافمات بوهلها يا هي العنتذي عنتذي اللي قد بقينا هي وقفك مركو العنى هي وحيكيني ساقفك انو جرده جركيس انو حنون صده انو قاس كرعه انو حنون كرعه ايا ايمانيسا لكن مركو قفك انتو وحوي عنتذي كيراتو وحويان اوغا جوضو وحي نقوني ساعة عافمات انو هلا سادراد اذا دخترين تا ان بضانو كاميدا
waxay ku daaweeyaan dadka cuntada iska yare baa la dhihi habeenka cashaynin maalinta qadada iska yare yacni waxa weeye waxaa intaasoo dhan lala dagaalamayaa qofkii waxa weeye inuusan xanuunkiisii waxa weeye uusan ziyaadin nabigana calayhi salaatu wasalaam markuu arrintaana barahay wuxuu yidhi axadkiina markuu raashiinka cunahayo calooshiisa saddex qaybood ha ka dhigo ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه عيد النبي عليه السلام أحد كينا بقوة عنايو قيب سدح ميلو علاشة ميل كميدا عنتدا هجليو ميل سدح ميلو كميدا هنا هجليو عبتان ميل لها كان نفسه يرى النبي عليه الصلاة والسلام حيالا لكن هذا عنتدا كبو عزو وحين نقول نيسا إنا تكجر طوحان وسطو مركا رمضان كا يقفكا مركو علوشي سمراتو قاجوضو ووحيابها كين كرا عافمات قفكا إنو عافماتو مركا bisha ramadaan marka waxyaabaha ay gooniga la tahay waxaa ka mid ah waa shahru siha waa bil lagu caafimaado marka guud ahaan marka fadaaisha iyo qiimaha iyo mazaayaadka ay bishan leedahay waa inahaas aan sheegay yacni si guud markii looga hadlo laakiin hadda yacni waxa weye camal walba oo goonidiisa yacni haddana cibaarta muxaadaro kale u qaadan kara laakiin waxa weeyaan si guud bishan fadaaisheeda saasay ma artay ayay ma aragtay kusoo koomaysaa khasaaisa iyo fadaaisha faraha badan ee bisha aan u sheegnay ninkii xaqiijiyo yacni ma helahayo ilaa ninka xaqiijiyo laba shay laba arrimood qofka xaqiijiyo unbaa heli laba arrimood markaad xaqiijiso ayaad fadaaisha helaysaa haddaad labadaa arrimood xaqiijin waayso fadaaishan inaad heshay iska daaye ramadaanki wuxuu kugu noqon balaayo balaayo iyo waxaad ku khasaartuu kugu noqon nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u yimid markaasuu wuu duceeyey jibriil baa duceeyey jibriil wuxuu yidhaahday waxyaabihii uu duceeyey waxaa ka mid ahaa nin ramadaan u soo galay oo ramadaankii uu ka baxay asagoon loo dembi dhaafin qofkaa asaga wuu habaaray jibriil wuu habaaray nabigana aamiin buu yidhi marka halkaa marka qofka maar duceynahay waa jibriil qofka aamiin leeyahayna waa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ducadaa marka meel lama dhacaysa ducadaas waxa weeyaan waa maqbuula cinda allaahi subxaanahu watacaala marka ramadaanka iyo fadaaishiisa faraha badane hadda aan soo sheegnay qofka helahayo waa laba arrimood qofka xaqiijiyo marka koowaad alijtihaad dadaal qofka inuu dadaalo acmaashan iyo khayrkan iyo wanaaggan faraha badan ee ilaahay ramadaan gudihiisa ugu geliyey si aad u kasban lahayd inaad ku dadaasho haddaadan dadaalin oo aad iska jeceshahay waxba kuguma tarahay fadaaishaasna kama faa'idaysid waxay iska noqon waxaada amaani yacni yadadiilo waan iska jeclahay marka waxa weeye waxaad ku helaysa fadaaisha iyo waxyaabaha qiimaha badan waxa weeye inaad dadaasho inaad ku dadaasho fadaaisha inaad hesho inaad ku dadaasho midda labaad inaad xaqiijiso ay tahay waxa weye si aad u hesho fadaaisha iyo waxyaabaha qiimaha badan ijtihaadkaada iyo dadaalkaada aad dadaalayso inuu waafaqsan yahay sharciga ilaahay subxaana wa tacaala sharciga ilahay inuu waafaqsan yahay sunnada nabiga inuu waafaqsan yahay haa waad dadaalaysaa laakiin dadaalkaada haddana waa inuu yahay mid aan sharciga ka dhexbixin haa salaad baad la imaanaysaa yacni waxaad la imaanaysaa acmaal acmaasha ayada ah waa inaad nebi maxamed kaga dayanayso sala allahu calayhi wasalam markaasaad waxaad helaysaa yacni waxa weye fadaaishaas faraha badan wa ilaa haddii acmaal fara badan intaad la imaato acmaashii haddana aysan waafaqsanayn hadyigii iyo dariiqadii nabiga aysan waafaqsanayn waxay noqonaysaa hal bicaad lagu lisay saa daraaddeed uu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc alla badanaa mid sooman oo soonkiisa aanan ka faa'idaynin ilaa gaajo gaajo unbuu ka heli yacni soonkiisii buusan waafajinin sharciga sidaa daraaddeeda marka waxaa ku dhacday soonkii wixii uu ka faa'iday waxay noqotay gaajo un inuu gaajoodo un wuxuu kaloo yidhahda nabiga calayhi salaatu wasalaam ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila sahar badanaa inta waxa weye qof uu taagan yahay habeenkii oo dhan salaatuleyl uu taagan yahay oo uusan ka helaynin taagnidaas soo jeed un hurda la-aan ubaa ku dhacday waxba kama helin ajir kale kama helin marka waxaa marka laazima khasab ah haddii uu qofka rabo inuu xaqiijiyo fadaaisha
iyo waxyaabaha qiimaha badan ee ramadaanka leeyahay inuu labada arrimood la yimaado, al-ijtihaad, inuu dadaalo, inaad ka bedelnaato dadaalkaada daacada aad ku dadaalaysay bilihii hore iyo bishan ramadaan inay kala duwan yihiin, inuu isbedelo dadaalkaada, inuu kor u kaco daacada ku dadaalayso. Midda labaad, khayrka iyo wanaagga aad samaynayso waa inuu waafaqsan yahay wadada nabiga sala allahu calayh wasalam. Nabigu wuxuu leeyahay, man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun, fahuwa raddun. Qofkii waxa weeyaan camal sameeyo, camalkaasna uusan waafaqsanayn sharciganaga iyo diintiisa uusan waafaqsanayn, waa lagu celin buu yidhi, waa lagu diidi. Marka labada arrimood oo ah qofka inuu dadaalo oo dadaal dheeraada la yimaado, midda labaadna in uu nabiga waafajiyo sal salam hadyigiisa waafajiyo, waa labada arrimood uu kaga faa'iidaysan karo. Waxyaabaha kale oo qofka uu kaga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah ramadaanka inuu isdiyaariyo, ramadaanka ka hor inuu isdiyaariyo, ku talagalo ramadaanka suu uga faa'iidaysan lahaa. Mathalan, qofka inuu samaysto jadwal, timetable inuu qofka samaysto uu ku socdo ramadaanka, wa ilaa hadduu qofka sidii hore iska ahaado, waxyaabo badan iyo fawaa'id badan oo khayr fara badan ayaa waxa weeye ka lumahaya. Marka inuu qorsheysto zabankaada, aada qorsheysato meeqaa saacood rabtaa inaad qur-aan akhriska ku bixiso, meeqaa saacood rabtaa inaad tukashada iyo salaadaha sunnada iyo taraawiixda ku bixiso, yacni waxa weye waqtigaada waa inuu kuu qorsheysan. Wa ilaa hadday iska noqoto ramadaan bilaha kaloo ay ka mid noqoto, oo waxa weye ay noqoto haddaad meel fariisato saad u sheekayn saacado ay kaaga lumahayaan, waxaad ka bixi ramadaankii adigoo sida uu kugu soo galay oo kale ah yaad maaragtay kaga baxaysaa. Marka arrinta koowaad ee qofka la rabo ramadaanka khayrkiisa si uu uga faa'iidaysto waxa weye waa in uu isdiyaariyo oo qorshe iyo jadwal uu leeyahay. Arrinta labaad ee kale waxa weye oo qofka loo baahan yahay ramadaanka ka hor inuu sameeyo, at-tawbatu ila allahi subxaanahu watacala, inaad toobad keento qofka inuu dunuubta ka noqdo, inaad ka toobad keento wixii dembi ah ee aada lugaha kula jirta, inaad ka dhexbaxdo ilaahayna dembi dhaafka u weydisato subxaanahu watacaala. Waxaa yeelay waxaa la dhahaa at-takhliyatu qabla at-taxliya, qofka markuu isqurxin rabaa marka hore wuxuu iska jafaa oo isdhaafiyaa wixii wasaq ah, isdhaafiyaa wuu qabaystaa markuu isqurxini, oo waxa weye wixii wasaq buu iska dhaqaa. Marka haddaad rabto inaad ramadaan iyo fadaa'ishiisa iyo waxyaabihiisa qiimaha badan isku qurxiso oo aada hesho, toobad keen, dunuubta aad gacanta kula jirta ka bax, ilaahayna dembi dhaaf weydiiso subxaanahu watacaala. Midda kale, dunuubta waxay keentaa qofka inay dabarto. Hadduu qofka dembi iyo macsiya ku dhex jiro, ilaahay ma waafajinahayo khayr, khayr ma waafajinahayo, bal waxa weye maaragtay macsiyada iyo dunuubta shu'migeeda iyo ayaan daradeeda waxaa ka mid ah qofka inay yacni waxa weye ay ka qadiso oo ay xirto. Saa daraaddeedu nin selefkii ka mid ah, nin dadkii wanaagsanaa ka mid ah, wuxuu yidhahdee dembi aan galay yaan 4 bilood salaatuleyl u tukan waayay dartiis, dembi aan galay yaan 4 bilood salaatuleyl u tukan waayay buu yidhi. Marka dunuubta iyo macaasida waxay keentaa qofka inay dabarto oo khayrka ka xirmaaniso ka xirto. Marka ramadaan bilowgiisaba ilaahay u toobad keen, dunuubtoo dhan ilaahay oga noqo subxaanahu watacaala si aad uga faa'iidaysato. ilaahay baan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu na waafajiyo bishan khayrkeeda iyo fadligeeda, inuu na waafajiyo nagana dhigo ilaahay subxaanahu watacaala kuwa bisha yacni ilaahay subxaanahu watacaala u dambi dhaafay ee naartana laga xoreeyey. wa sala allahu wa salam cala nabiyina muxamed wa cala aalihi wa asxaabihi ajmaciin, wa billahi tawfiiq.